لو الحكايه فيها ان فيتو تعرف اسمك؟ ايمن رمضان. ايمن، الامتحان كان سهل ولا صعب؟ وامتحنت ايه النهارده؟ متوسط. مش محمد ديناميكا. ديناميكا. الامتحان كان ايه بقى؟ يعني كان متوسط، لا سهل ولا صعب يعني. و متساوي في المتوسط يعني. تمام، ما فيش اي اسئله كانت واقفه معاك ولا حاجه؟ لا لا، كان في نقطه بس في اختيار عادي. ايه بس؟ كان في نقطه اختيار بس ان شاء الله جبناها يعني. تمام. طب في اجراءات احترازيه خدوها معاكوا داخل اللجان ولا ما كانش فيه؟ لا لا ما كانش فيه، بس هو الكمامه بس. وزعوا عليكوا كمامه؟ اه وزعوا لنا كمامه اول يوم. اول يوم وزعوا لنا كمامه اللي ماشي دي عشان نجيبها معانا كل يوم. عامل لواحد من المساعدين ده. تمام. وكان في كحولات ولا حاجه واحنا داخلين بس؟ تمام.